والآن مشاهدينا نتوقف وإياكم وهذه الوقفة الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا رجاء رمزي، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي رصد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما أعلن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية منذ الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت نحو 925 مليون دولار. وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصري. وأشار المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف للتحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. وأوضح المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع مذكرة نوايا حول التكامل التكنولوجي لخفض وتقييم غازات الشعلة، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة إيني الإيطالية. وبموجب المذكرة ستقوم شركتان بالدراسة وتحديد الفرص المتاحة لعمليات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مشروعات قطاع البترول والغاز في مصر، وإعداد خطة رئيسة للاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة عن هذه العمليات. وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومجموعة العبيكان السعودية للحلول الرقمية اتفاقية للإعلان عن انطلاق أول حاضنة لتكنولوجيا توطين وتحديث الصناعة في مصر والشرق الأوسط. شراكة مصرية سعودية هامة في مجال دعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي والتكنولوجي، والذي تمثل بتوقيع هذه الاتفاقية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومجموعة العبيكان السعودية للحلول الرقمية للإعلان عن إطلاق أول حاضنة لتكنولوجيا توطين وتحديث الصناعة في مصر والشرق الأوسط، لتؤكد هذه الاتفاقية على امتداد الشراكة والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية. إنجاز جديد يليق بمستوى العلاقات التاريخية فيما بين البلدين الشقيقين، ويوضح حجم التعاون الوثيق فيما بينهم في كافة المجالات، سواء كان في المجالات الأكاديمية أو في المجالات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية أو الصحية أو البيئية أو جميع القطاعات بدون استثناء. النهارده بنتكلم على شراكه ما بين الصناعه وبين الجامعه متمثله في الاكاديميه، ده بيعكس برضو يعني مش مجرد بس صناعه، لا ده احنا بنتكلم على اقتصاد معرفه، بنتكلم على رياده اعمال، بنتكلم على شركات ناشئه، بنتكلم على ذكاء اصطناعي، بنتكلم على انترنت الاشياء. اختيار المملكه العربيه السعوديه للقاهره باعتبارها المركز الرئيسي في التحول الرقمي والصناعي، ولان هذه الشركه تعد ثالث المصدرين لمصر في مجال الصناعه، لينطلق هذا التعاون برعايه مركز رياده الاعمال بالاكاديميه لدعم الشراكه بالابحاث وربطها بالقطاع الصناعي لتحقيق طفره صناعيه تكنولوجيه تدعم رؤيه 2030. السوق الثاني مصر بعد السعودية، ويكون مركز الابتكار الثاني لمجموعة العبيكان في القاهرة. طبعا احنا فخورين بهذا الخطوة، فخورين بالتحالف مع الأكاديمية العربية. لا يمكن أن يتم ابتكار ولا رعاية ريادة أعمال إلا بالتحالف مع مراكز المعرفة وإنتاج المعرفة والبيئات الأكاديمية. الهدف هو دعم القطاع الصناعي ودعم التكنولوجي في القطاع الصناعي بشكل عام، وان احنا نشوف حلول تكنولوجيه وشباب من رواد الاعمال وشركات ناشئه يبداوا على تطوير القطاع الصناعي، وان هو يكون اوتوميتد ويكون فيه تكنولوجيز كتيره متطوره ويطلع بره النطاق اليدوي وبره النطاق التقليدي. احنا موجودين في مصر بقالنا سنين، احنا مطورين اكتر من 20 مصنع خلال ال 10 15 سنه اللي فاتوا باستثمارات اكتر من 300 مليون يورو. اتفاقيه هامه تاتي في اطار دور الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في
في دعم الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب دورها التعليمي والتي تعد إحدى منظمات جامعة الدول العربية وحاضنة لكل مشروعات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة. محمود جميل، التلفزيون المصري. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.45 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. صعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4356 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام، وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين أكبر مستورد للخام في العالم بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كورونا. انخفض خام برنت بنسبة 1.3% ليصل إلى 84 دولار و40 سنت للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% مسجلا نحو 79 دولار و4 سنتات للبرميل. في المقابل، ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 17% لتصل إلى 3 دولارات و26 سنت للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.26% لتسجل نحو 3 دولارات و63 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع، إذ أدى التفاؤل إزاء توقعات الطلب الصيني على الطاقة ورفع أقل حدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تخفيف قلق المستثمرين، لكن بورصة قطر وصلت خسائرها. وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، بينما صعد مؤشر أبو ظبي 0.5%. كما أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.3%. في المقابل، تراجع المؤشر القطري 0.1%، منخفضا للجلسة الخامسة على التوالي مع تراجع جميع أسهم البنوك تقريبا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ورجاء إلى استكمال ما تبقى من التسعة. أشكرك فاطمة.